السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في مطبخي احسن لي شهيوات. اليوم ان شاء الله نقدم لكم عصير ديال الخوخ لذيذ ومنعش طبيعي واقتصادي. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بركه الله كنحتاجوا نص كيلو ديال الخوخ، نص كيلو ديال الليمون، لترونس ديال الماء، كاس ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى حسب الذوق. اول حاجه غناخذ الليمون غنحك القشره ديالو وغنعصرو. خديت واحد الكاسرونه غندير فيها سكر سنيده، غنزيد عصير الليمون، غنزيد قشور الليمون محكوكين، غنحرك واحد شويه حتى يذوب ليا السكر واحد شويه، غنزيد الخوخ بعد ما غسلته مزيان، غنزيد عليه شويه ديال الماء، وغنديرو يطيب فوق البوطه. درت الخوخ كيطيب على نار متوسطه كيف ما كتشوفوا، هو بدا كيغلي. غنسين عليها ربع ساعه حتى يطيب الخوخ ونرجع معكم. من بعد ما طاب ليا الخوخ وسانت عليه حتى لفا واحد شويه، دابا غناخدو باش غنحيد ليه العظم. كما كتشوفوها هو العظم كيتحيد بسهوله. دابا غنرجع الخوخ الكاسرونه وغناخد واحد ميكسور باش غادي نطحنو مزيان. من بعد ما طحنت الخوخ مزيان غنزيد عليه الماء اللي بقى، غناخد صفايه رقيقه وغنصفي العصير. العصير ديالنا ها هو واجد، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي خاتر وكيعطينا كميه وفيره تقريبا 3 لتر ديال العصير.
هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديال الخوخ، كيجي القوام ديالو خاطر ومنعش وطبيعي وسهل في التحضير. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.